السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في صفحتي أحسن مات وفي قناتي أحسن مات مع غادة درويش. النهاردة درسنا في برايمري 4 يونت 2 درس مهم جدا اللي هو البار موديل والفاريبل. خلاص، طيب الدرس سهل جدا وجميل جدا، بس هما فكرتين، ركزوا معايا عشان نعرف ازاي نشتغل. اوكي، طيب اول حاجه يعني ايه فاريبل اصلا؟ فاريبل اللي هي الحروف، ممكن ارمز لها بالرمز ام ال ان اكس واي زد، بس اشهرهم واللي بيجي دايما حرف الاكس. طيب ده شكل البار موديل. البار موديل عباره عن ريكتانجل متقسم زي ما انتم شايفين نصين، وبعدين النص اللي تحت اتقسم نصين كمان. طيب يعني في اتنين صغيرين وواحد كبير فوق. انا عندي ده بسميه بارت وده بارت، واللي فوق ده هون. ده كأن اللي فوق ده المادر اللي هو البيج نمبر، اوكي؟ الاتنين اللي تحت دول صغيرين children. البارت والبارت الريليشن ما بينهم كأن في هنا بلس صغيرة محدش شايف، احنا بس اللي شايفينها، اوكي؟ ما بين اللي فوق واللي تحت في ماينس، ماشي؟ بعمل اللي فوق ماينس اللي تحت، دايما الصغير اللي تحت بياخد من مامي كل شويه هاتي 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 عايزين، اوكي؟ فانا هنا الريليشن ما بين اللي فوق اللي تحت هيبقى بالماينس. طيب تعالوا نشوف كده اهوت. انا عندي الفيديو متقسم جزئين، الجزء الاولاني فكره والجزء الثاني فكره ثانيه. طيب هنا انا عندي بار موديل في نمبرز. طيب انا اهم حاجه ابقى عارفاها ادور على الفاريبل. الفاريبل اللي هو الحرف، الحرف محطوط فين؟ لو محطوط فوق انا هعمل ايه؟ هعمل بلس. يبقى انا عندي دلوقتي 200 بلس 300، يبقى الاكس هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 200 بلس 300. يبقى انا هنا لو الحرف فوق هعمل ايه؟ هعمل بلس. يبقى 200 بلس 300 ايكوال ايه؟ 500. في مشكله؟ لا. طب تعالوا نشوف كده. طب لو الحرف موجود تحت سواء على اليمين او على الشمال، مش هتفرق لو هو على اليمين ولا على الشمال، بس هو في البارت اللي تحت، يبقى انا هعمل كده ايه؟ هعمل ماينس. يبقى الحرف موجود تحت هعمل ايه؟ ماينس. يبقى الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 600 ماينس 200. 600 6 ماينس 2 ايكوال ايه؟ 4. فيبقى الانسر ايه؟ 400. يبقى انا عندي لو الاكس قلنا فوق هنعمل بلس، لو الاكس تحت هعمل ايه؟ ماينس. طب تعالوا نشوف كده another example. عندي 700 و500 والاكس هنا تحت، ما دام الاكس تحت يبقى هعمل بلس ولا ماينس؟ هنعمل ماينس. يبقى كده الاكس ايكوال 700 ماينس 500 ايكوال 200. اتفقنا؟ يبقى الحرف لو فوق هعمل الاثنين اللي تحت ايه؟ بلس. لو الحرف تحت هعمل اللي فوق ماينس اللي تحت، عشان ما حدش يقعد يسالني مين اكبر من مين ومين فين. اللي فوق طبعا الكبير، دايما هعمل اللي فوق ماينس اللي تحت. طيب تعالوا نشوف كده. ساعات يجي اكسرسايز هو كاتب النمبر وعايزني اكتب انا الايكويشن. اول حاجه الاكس فين؟ فوق. يبقى هعمل بلس ولا ماينس؟ نعمل ايه؟ بلس. فهي الحل بتاعها ايكوال ايه؟ 500. طب لو هو عايز الايكويشن، هو عايزني اكتب انا الايكويشن، هعملها ازاي بقى دي؟ هاخد الاثنين اللي تحت، دايما الاثنين اللي تحت ايا كان هعمل لهم بلس ايكوال ايه؟ اللي فوق. يبقى هنا 400 بلس 100 ايكوال ايه؟ الاكس اللي فوق. تعالوا نشوف كده another example. هنا زي ما انتم شايفين الاكس فوق ولا تحت؟ تحت. يبقى هعمل بلس ولا ماينس؟ هعمل ماينس. كان هنا دلوقتي ايه هو النمبر؟ لو عملت له بلس 500 هيديني 700. طيب الاكس قلنا هتبقى 700 ماينس 500 ايكوال 200. خلاص؟ طيب دلوقتي لو انا عايز اكتب الايكويشن، هكتب الايكويشن ازاي؟ زي ما اتفقنا، الاثنين اللي تحت في البارت بلس ايكوال اللي فوق، يعني هاخد ال 500 زي ما هي بلس الاكس، ماشي؟ ايكوال ال 700. ده كده الايكويشن، ده كده ايه؟ الايكويشن. عايز اقول معلومه مهمه، ان انا الايكويشن ممكن اكتبها باكتر من طريقه، انا مش هتفرق معايا، بس كلهم صح ودي اسهل طريقه. هاخد الاثنين اللي تحت بلس بعض هيديني ايه؟ اللي فوق. طيب تعالوا نشوف another example. عندي هنا الاكس فين؟ الاكس تحت. يبقى هعمل ايه؟ ماينس. هتبقى ايه؟ 500 ماينس 400 ايكوال كام؟ 100. طب اكتب الايكويشن ازاي؟ زي ما اتفقنا، الاثنين اللي تحت بلس بعض هيدوني اللي فوق. يبقى هنا هاخد الاكس ايا كان بقى الاثنين اللي تحت ايه؟ هنا بلس 400 ايكوال 500.
وبحب افكركم ان الايكويشن ممكن نكتبها باكتر من طريقه، بس دي اسهل طريقه معايا. طب نيجي بقى عند الجزء الثاني من الدرس، فكره ثانيه خالص. ايه هي بقى الفكره الثانيه؟ ان هو هيديني الايكويشن، هضطر ان انا عشان احلها احطها في البار موديل. طب احطها في البار موديل ازاي؟ ركزوا معايا بقى عشان اهم حته في الفيديو. اوكي، عندي هنا البار موديل اهو مديني المساله، بيقول لي 200 بلس 300 ايكوال الكي. الكي او الاكس او الواي او اي حرف هحطه فين؟ انا ما بجيش ناحيه الحروف، انا يهمني المساله دي ايه؟ المساله دي بلس، اللي حوالين البلس دايما هكتبهم فين؟ تحت ده، واللي بعد الايكوال هيبقى فين؟ اب. يبقى انا هكتب دلوقتي 200 و 300 تحت والكي فوق. طيب لما الحرف يبقى فوق هعمل الاثنين اللي تحت ايه؟ بلس. اكسلنت، يبقى هنا المساله دي كي ايكوال 200 بلس 300 ايكوال ايه؟ 500. طيب another example، بيقول لي اكس بلس 300 ايكوال 700. اجي احطها ازاي في البار موديل؟ هل انا ليه علاقه؟ انا دلوقتي اهم حاجه هبص عليها البلس. ايه الحاجتين اللي حوالين البلس؟ هعملهم فين؟ داون. خلاص، يبقى انا عندي والرقم اللي بعد الايكوال هيبقى ايه؟ اب. ايه اللي عندي حوالين البلس؟ هتبقى الاكس وال 300. طيب وفوق هيبقى ايه؟ 700. طب دي انا هحلها بلس ولا ماينس؟ هحلها ماينس. خلوا بالكم ساعات مسائل تبقى بلس هعملها بلس، ومسائل بلس هعملها ماينس، في مسائل ماينس هعملها ماينس، ومسائل ماينس هعملها بلس. ركزوا معايا، ليها علاقه بالفاريبل هيبقى فوق ولا تحت. هنا الاكس ديت لو المساله بلس انا هعملها ماينس، هتبقى 700 ماينس 300 ايكوال 400. تعالوا كده نشوف another example. عندي 200 بلس الاكس، ما دام هي بلس اللي حوالين البلس هحطهم فين؟ ده، يبقى هنا واللي بعد الايكوال اب. هنا هكتب 200 والاكس وفوق هكتب ال 500. طب دي مسألة هعملها بلس ولا ماينس؟ الفاريبل تحت، يبقى هعملها ماينس. 500 ماينس 200 ايكوال 300. طيب تعالوا نشوف بقى كده. هنا بقى دي ايه؟ دي بلس؟ لا. ماينس؟ يس. ماينس خلوا بالكم الرقم الاولاني هو اللي بيبقى دايما البيج نمبر. خلاص، بس اتاكد دي ماينس. اه شايفين معايا الماينس؟ متاكدين انها ماينس؟ شايفين اهو لونه غير وكبر. طيب هعمل ايه؟ هل اللي حوالين الماينس هحطهم تحت؟ لا، نركز بقى كويس جدا. انا عندي لو المساله فعلا ماينس يبقى النمبر الاولاني او اللي يجي الاول ده هو اللي هكتبه فين؟ فوق، واللي حوالين الايكوال هم اللي هيبقوا تحت ايه؟ بلس. خلاص، يبقى هنا هكتب 600، اللي حوالين الايكوال ايه؟ ال 400 والاكس. طيب المساله دي انا هعملها بلس ولا ماينس؟ هعملها ماينس عشان الفاريبل تحت، هتبقى 600 ماينس 400 ايكوال 200. اوكي، طيب تعالوا ناخد another example. عندي 500 ماينس اكس ايكوال 200. هنا المساله ايه؟ ماينس، متاكدين انها ماينس؟ خلاص اوكي، يبقى اللي حوالين الايكوال هي اللي هعملهم فين؟ تحت، يبقى الرقم ده اب، واللي حوالين الايكوال هم اللي هيبقوا ايه؟ تحت. يبقى ال 500 اب، وهنا الاكس وال 200 مع بعض ايه؟ تحت. طب المساله دي هعملها بلس ولا ماينس؟ هعملها ايه؟ ماينس. ليه؟ علشان الفاريبل هيبقى تحت. يبقى الاكس ايكوال 500 ماينس 200 ايكوال ايه؟ 300. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الاكزامبل ده. الاكس ماينس 300 ايكوال 400، دي برضه ماينس، متاكدين انها ماينس؟ يس. يبقى اللي بيجي في الاول هحطه فين؟ اب، واللي حوالين الايكوال هو اللي هحطه ايه؟ داون. يبقى الاكس فوق وال 300 وال 400 تحت. المساله دي رغم ان هي ماينس ولكن انا هحلها بلس. ليه هحلها بلس؟ عشان ايه؟ الاكس او الفاريبل فوق، يبقى هنا الاكس ايكوال ايه؟ 300 بلس 400. طيب تعالوا مع بعض كده نحل في كتاب احسن مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هنا عايزني اكتب الايكويشن واحل المساله. طيب الاكس هنا هو الايكويشن، هكتب الايكويشن ازاي؟ قلنا هناخد الاثنين اللي تحت بلس، يبقى هنا 3 بلس 5 ايكوال ايه؟ الاكس. طيب الاكس ايكوال كام؟ الاكس هعمل بلس الاثنين تحت، 3 بلس 5 ايكوال ايه؟ 8. طيب المساله اللي بعدها انا عندي هنا نفس الطريقه، تعالوا ناخد اكزامبل مختلف شويه، نمبر اي مثلا.
ماشي الايكويشن، هكتب الايكويشن ازاي؟ عندي هاخد الاثنين اللي تحت الاول بلس اكس بلس 4 ايكوال ايه 6. ده شكل ايه الايكويشن، باخد الاثنين اللي تحت بعمل لهم ايه بلس ايكوال الرقم اللي فوق. طيب الاكس ذات نفسها عشان احنا هي تحت، انا هعمل المساله دي ايه ماينس اللي فوق ماينس اللي تحت، هتبقى 6 ماينس ال 4 ايكوال ايه 2. طيب ناخد another example مختلف، نمبر اف مثلا. انا عندي هنا الايكويشن، هكتب الايكويشن ازاي؟ الاثنين اللي تحت هعمل لهم بلس ايكوال اللي فوق، يبقى هنا 165 بلس الاكس equal 365. طيب هنا المسألة هعملها بلس ولا ماينس؟ هعملها ماينس علشان الفاريبل ده، يبقى الاكس equal الرقم اللي فوق اللي هو 365 ماينس 165 equal كام؟ 5 ماينس 5 equal 0، 6 ماينس 6 equal 0، 3 ماينس 1 equal ايه 2، فالانسر 200. طيب تعالوا نحل another example زي ما انتم شايفين كده، هو هنا الكتاب واسع بنحل براحتنا، الارقام الى حد ما سهلة عشان احنا يهمنا ان احنا نعرف نتدرب. دي exercise تانية بنفس الطريقة، تعالوا نشوف بقى الexercise الجميلة. هو كاتب الequation عايزني ان انا احطها في البار موديل وبعدين احلها. طب هعمل ايه؟ انا عندي المسألة دي ايه بلس، ما دام هي مسألة بلس يبقى الاثنين دول اللي تحت اعملهم ايه؟ اكتبهم تحت هنا 1264 وهنا 3430 ايكوال، هكتب ايه؟ الاكس فوق. طيب انا دلوقتي عايزه احلها، ما دام الاكس فوق يبقى انا هعمل الاثنين اللي تحت دول ايه؟ بلس. عايزين نكتبهم بلس، اوكي عايزين نعملهم بلس على طول. هنا 3 بلس 4 ايكوال 7، هنا 1 بلس 6 ايكوال 7 برضو، 4 بلس 2 ايكوال 6، و 3 بلس 1 ايكوال ايه 4. طبعا باخد ال 1 مع ال 1، ال 10 مع ال 10، وال 100 مع ال 100. هنا المساله اللي بعديها شبهها الى حد ما، تعالوا نحل نمبر سي. عندي هنا المساله برضو بلس، ماشي يبقى انا هاخد اللي حوالين البلس واكتبه ايه تحت، 2800 اللي هي 2800 والاكس تحت، و 4800. طيب هنا المساله دي انا دلوقتي نقلت المساله الايكويشن حطيتها في البار موديل، اجي احلها بقى دلوقتي هي الفاريبل تحت، يبقى هعملها بلس ولا ماينس؟ هعملها ايه ماينس، يبقى اللي فوق ماينس اللي تحت، 0 ماينس 0 ايكوال 0، اكتب الانسر هنا، و 0 ماينس 0 ايكوال هنا 0 برضو، وال 8 ماينس 8 هتبقى 0، ال 4 ماينس 2 ايكوال ايه 2. تعال ناخد another example يكون different، ناخد نمبر اي مثلا. زي ما انتم شايفين كل فكره عليها اسئله كتير. هنا المساله برضو بلس، هاخد الاثنين البلس فين؟ داون، والرقم اللي بعد الايكوال اب، يبقى هنا ال 904 والاكس وال 500 ايه تحت. طب هعملها بلس ولا ماينس؟ هنعملها ماينس، ليه؟ علشان الفاريبل تحت. طبعا 0 ماينس 0 0 0 ماينس 0 0 9 ماينس 5 ايكوال 4، فالانسر هيبقى 400. طيب لو تلاحظوا الفكره ان الارقام هنا سهله، طبعا انا حطها سهله عشان الفكره والهدف ان احنا نعرف ازاي نشتغل بالبار موديل، مش مشكلتي ان احنا نعرف نعمل بلس وماينس قبل ما احنا نبقى عارفين ازاي نشتغل في البار موديل. هنا بقيه الاكسرسايز نفس الافكار، تعالوا نشوف هنا اكسرسايز جديد. هنا بقى هنيجي نحل بالماينس، تعالوا ناخد كده لون تاني. عندي هنا المساله ماينس، احنا قلنا في الماينس بعمل ايه؟ هل اللي حواليه الماينس باخده تحت؟ لا، النمبر الاولاني هاخده ايه اب، ماشي، واللي حوالين الايكوال هما اللي هيبقوا ايه ضعف. يبقى انا هعمل هنا 999 خلاص، وتحت هكتب الاكس و 455. طيب نيجي نعمل بقى، هنعملها بلس ولا ماينس؟ انا عندي الفاريبل تحت يبقى هعمل ايه ماينس، 9 ماينس 5 ايكوال 4، 9 ماينس 5 ايكوال 4، 9 ماينس 4 ايكوال 5، يبقى هنا الانسر 544. طيب المساله اللي بعديها تقريبا نفس الفكره، تعالوا نشوف بقى هنا نمبر دي.
إيه زي ما احنا شايفين دي ماينس، يبقى اللي قبل الماينس اب واللي حوالين الايكوال ايه ضعف، يبقى هنا الاكس اب واللي حوالين الايكوال هي 230 و 240 هتبقى ايه ضعف. طيب تعالوا بقى هنا اهو، طب هعملها بلس ولا ماينس؟ هعملها بلس رغم ان المساله اصلا ماينس. ليه؟ علشان الفاريبل اب. طيب هنا 2 هنا 0 بلس 0 ايكوال ايه؟ 0. 3 بلس 4 ايكوال ايه؟ 7. 2 بلس 2 ايكوال ايه؟ 4. تعالوا ناخد مع بعض اخر اكزامبل، كلهم نفس الفكره. اوكي لما الاكس تبقى تحت، اوكي دي ماينس، وهنا الرقم اللي قبل الماينس هيبقى اب فوق، وتحت هيبقى 375 و 122. هنا هعملها بلس، هعملها بلس ليه؟ علشان الاكس اب. خلاص طيب 2 بلس 5 ايكوال 7، 2 بلس 7 ايكوال 9، 1 بلس 3 ايكوال ايه 4. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس، احب اسمع ارائكم واقتراحاتكم. وشكرا.